بسم الله الرحمن الرحيم. صنع الله الذي أتقن كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا عبر حلقات هذا البرنامج نستعرض آيات جديدة من آيات إعجاز خالق هذا الكون عز وجل، ويصحبنا من خلالها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين. أهلا بكم. بكم أستاذ، جزاك الله خير. أستاذ راتب، كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض آيات إعجاز خالق هذا الكون في خلق الإنسان، ومنها السائل الأمينوسي الذي تحدثنا عنه والذي يحمي الجنين، ومنها الغدة النخامية، تلك الغدة على صغرها وما تتحكم به من وظائف وهرمونات إلى آخره. في أعضاء جسم الإنسان أعضاء مهمة، كثيرة هي الأعضاء المهمة، ولكن أحد أهم تلك الأعضاء هي المثانة، حبذا لو حدثنا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ معتز، الكليتان من أخطر أجهزة الجسم، لأن الكلية تتولى تصفية الدم من حمض البول، وحمض البول نتاج الاستقلاب، وهذا الحمض إذا زاد عن حده تسمم الإنسان. فالكلية مهمتها تنقية الدم من الأشياء التي تؤذيه، وتعيد برمجة الدم وتعيير نسبه الدقيقة. طبعاً نتيجة هذه التصفية هو البول، والكليتان يسقط منهما في كل 20 ثانية نقطتان. تصور لو لم تكن المثانة، لو فكرنا تفكيراً منهجياً بتصور افتقاد المثانة، ما الحل؟ لابد من نزول نقطتين كل 20 ثانية باستمرار، يعني بده الإنسان فوط، وهي مشكلة كبيرة جداً. فمن باب تكريم الله بهذا الإنسان، من باب ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، من باب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، من باب صنع الله الذي أتقن كل شيء، أودع الله تعالى في جسم الإنسان هذه المثانة. هذه تجمع البول لساعات طويلة، ل7 ساعات أو أكثر، ثم تفرغ في وقت محدود. لكن بحسب العلوم الحديثة، لو أن هذه المثانة ليس فيها عضلات، البول لا ينزل، تماماً كما لو جئت بمستودع للماء أحكمت إغلاقه من علم، الصنبور إذا فتحته الماء لا ينزل. صحيح، نحتاج إلى ضغط، فلا يمكن أن ينزل ما في هذه المثانة إلا بأنبوب هوائي، هذا شيء مستحيل. لذلك ربنا جل جلاله جعل في هذه المثانة عضلات قابضة، فلمجرد أن يريد الإنسان أن يفرغ هذه المثانة تتقلص العضلات فيفرغ كل ما فيها. لذلك من باب تكريم الله للإنسان أن هذه المثانة يتجمع فيها مفرزات الكليتين لساعات طويلة، تبقى نظيفاً مهففاً متعطراً في لقاء، في سفر، في اجتماع، في إلقاء درس، في إدارة عمل مثلاً، من حين لآخر تفرغ هذه المثانة. من منهج التفكير في خلق الله أن تتفكر بالشيء وعدمه، أو أن تتفكر بالشيء وخلاف ما هو عليه. بعدمه بلا مثانة نحتاج إلى فواط، أما بخلاف ما هو عليه بلا عضلات ما في حل. بالشيء وخلاف ما هو عليه، أو بالشيء وعدمه، أو بالشيء وأصله. الإنسان كله من نقطة لا ترى بالعين، حوين واحد لقح بويضة، والبويضة بحجم ذرة الملح قد لا ترى، حوين لقح بويضة فتشكل إنسان في شعر 300,000 شعرة، في دماغ 140 مليار خلية،
في بالشبكية 100 مليون مستقبل بمليمتر مربع، في بالأنف 20 مليون عصب شمي، في بالمعدة 35 مليون أسرة عظيمة سبحان الخالق، في بالأمعاء ذغابات تتجدد كل 48 ساعة، في طريق في الكلية طوله 100 كيلومتر، في بالأوعية مسافة تزيد عن 40 ألف كيلومتر. شيء مذهل، القلب وحده بيضخ باليوم 2 أمتار. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ والله أستاذ معتز، لو اكتفى الإنسان بالتفكر في خلق جسمه لوصل إلى الله. هذا صحيح، يعني الإنسان آية قريبة منه. لو أن الإنسان المؤمن عود نفسه أن يجول فكره في آيات الله الدالة على عظمته، أن نعبد الله عن طريق معرفته وأن نعرفه من خلاله. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. بعدين هذه العضلة القابضة بيدك إرادية، إرادية. لو لم تكن إرادية في مشكلة كبيرة. في عنا عضلات إرادية، هي العضلة القابضة للمسانة، وفي عضلات غير إرادية كالقلب، وتحدثنا صحيح. في لقاء سابق عن نعمة هذه العضلات، عضلات لو نام الإنسان ما والتنفس والهضم كله يعمل آليا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، لذلك التفكر في جسم الإنسان طريق قصير إلى الله وباب واسع ندخل منه على الله. نعم. أيضا من آيات الإعجاز في خلق الإنسان، الرضيع يأتي إلى الحياة هو بحاجة إلى الغذاء، وأنتم تعلمون أنه لا يستطيع أن يأكل أي شيء، لذلك فهو يحتاج إلى حليب أمه. أستاذ معتز، قبل حليب الأم الطفل يولد ليس معه أي مهارة ولا خبرة ولا قدرة ولا شيء. الدليل هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إلا أن هذا الإنسان مزود بمنعكس وحيد، لولاه لما قامت هذه الندوة، ولما كانت هذه المدينة، ولما كان إنسان على وجه الأرض. ما هذا المنعكس؟ منعكس النص. فلمجرد أن يولد الإنسان ويضع فمه على حلمة ثدي أمه يحكم الإغلاق ويسحب الهواء. ما في بالأرض كلها، من علمه هذه الآلية؟ ما في بالأرض كلها قدرة يمكن أن تعلم هذا المولود لتوه طريقة مص الحليب. تصور، خاصة أنه لم يكن يستخدم في رحم أمه أبداً. فمه هو يتغذى عبر المحشيمة. اليقين أحيانا ربنا عز وجل بكل 500 ألف طفل بيجي طفل بلا هذا المنعكس يموت. في قوة بالكون تعلمه كيف يمص ثدي أمه. يا بابا، أو بابا هلأ ولد صحيح. لا في وعي ولا في إدراك ولا في فهم ولا في لغة. هل في الأرض كلها جهة يمكن أن تقنع هذا الطفل الذي ولد لتوه كيف يمص ثدي أمه؟ من أودع في الإنسان هذا المنعكس؟ منعكس المص. في شيء ينقلنا هذا الشيء لشيء آخر. نحن الطفل بالجنين بالرحم، الجنين بالرحم ما في هواء ولا في تنفس، في رئتين مجهزتين لما بعد الولادة، أما بالرحم ما في هواء، فالرئتان معطلتان، فكيف تتم دورة الدم؟ نحن في عنا دورة كبرى، ينطلق الدم من البطين إلى كل الجسم، وفي دورة صغرى صحيح ينطلق إلى الرئتين كي يتجدد. هذه الدورة معطلة، ما الحل؟ هناك ثقب بين الأذينين اكتشف عالم فرنسي اسمه بوتال. هذا الثقب يختصر الطريق إلى الرئتين المعطلتين، فينتقل الدم من أذين إلى أذين ما دام الطفل في بطن أمه. دقيق الآن. نعم. فإذا ولد هيك قال الأطباء، أنا أراها يد الله، قال تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب، وإن لم يغلق هذا الثقب
مرض خطير جدا ينتهي بالموت المحقق اسمه داء الزرق، لأن الدم بدل أن يذهب إلى الرئة ليجدد نشاطه ويأخذ الأكسجين ويطرح غاز الفحم، يجد الطريق إلى الأذين الثاني أقرب، صحيح. فبينتقل من دون تجديد، بيصير لون الطفل أزرق. يعني في عمليات جراحية بتكلف مئات الألوف وقد لا تنجح. لذلك من فتح هذا الثقب ومن أغلقه؟ يد من؟ إنها يد الله. لكن الله عز وجل للتعليم ولحكمة بالغة بالغة، بكل 200-300 ألف طفل يأتي طفل الثقب لم يغلق ويموت هذا الطفل لحكمة يريدها الله. لكن كي ننتبه أن في هذا القلب ثقب، من فتحه وهو في الرحم ومن أغلقه عند الولادة؟ سبحان الله، إنها يد الله عز وجل. نعم. من أودع في الإنسان منعكس المص؟ هذه قبل الحليب. لذلك لولا منعكس المص لما كان إنسان على وجه الأرض. آلية معقدة جدا يعرفها المولود لتوه من دون تعليم. أحيانا أثناء خروجه من بطن أمه بأول دقيقة أثناء تغسيله قد تأتي إصبع الممرضة أمام شفتيه فإذا به يلتقمها ليمصها. منعكس المص جاهز. ما إن يضع الطفل فمه على حلمة ثدي أمه حتى يحكم الإغلاق ويسحب الهواء فيأتيه الحليب. لكن في شيء دقيق جدا، أول يومين ما في حليب، في مادة سوداء، هذه مادة مذيبة للشحوم في الجهاز الهضمي. تبارك الله. لئلا تلتصق الأمعاء ببعضها، لئلا تشوه بنيتها، الله عز وجل أودع في الجهاز الهضمي والطفل في بطن أمه قبل أن يعمل هذا الجهاز وقبل أن يأكل الطعام مزود بمادة شحمية تملأ الجهاز الهضمي. الآن ولد يريد أن يأكل، أول 48 ساعة لا يأتيه الحليب، تأتي مادة مذيبة للشحوم التي وضعت في جهازه الهضمي. لذلك الطفل في أول يومين خروجه أسود، خروجه شحوم مذابة. يد من؟ حكمة من؟ قدرة من؟ علم من؟ الله عز وجل. رحمة من؟ أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ الآن الحليب، من يصدق أن حليب الأم يتبدل في أثناء الرضعة الواحدة؟ في بداية الرضعة الحليب نسبة الماء فيه 60%، في نهاية الرضعة نسبة المواد الغذائية في الحليب 60%، تتبدل هذه النسبة. يأتيه الحليب بارداً في الصيف، دافئاً في الشتاء، فيه كل مقومات نموه. بل إن الطفل الذي يرضع برضاعة صناعية هذه تؤذي قلبه وأوعيته على المدى البعيد، لأنه في بحليب البقر مواد معينة، حموض أمينية 5 أضعاف ما تحتمله أجهزة الطفل. أما حليب أمه مبرمج برمجة رائعة ليفي بحاجة جسمه. لذلك الآن أكبر شركات الحليب، حليب الأطفال، أجبرت أن تكتب على عبواتها لا شيء يعدل حليب الأم. في بحليب الأم مادة مضادة للالتهابات، في حليب الأم مادة مضادة لالتصاق الجراثيم في أمعاء الطفل، غذاء كامل ودواء كامل. في حليب الأم مادة مضادة للإنتانات المعوية، في وقاية رائعة جدا، وفي تحقيم كامل، وفي جاهزية عالية، وفي سخونة بالشتاء برودة في الصيف، وفي تبدل النسب في أثناء الرضعة الواحدة، وفي شيء يكاد لا يصدق. لذلك لم يرد في القرآن الحليب الصناعي، قال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لأنه لا شيء يعدل حليب الأم أو حليب أي مرضعة. لكن نحن الآن هناك نساء تستغني عن إرضاع أولادها حفاظاً على رشاقتها، هل تصدق
أن احتمال إصابة أسداء المرأة التي لا تستخدم أسداءها لإرضاع صغيرها بالورم الخبيث أكبر. أحد أسباب إصابة أسداء المرأة بالورم الخبيث عدم إرضاع الصغير. صحيح. وما الحكمة من الإرضاع لعامين؟ هو تمام الإرضاع لعامين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لأنه يبدو أنه بحاجة إلى مواد متوافرة في حليب الأم، لكن بعد عامين يحتاج إلى مواد أخرى. في عندنا استثناء واحد، هو أن حليب الأم ليس فيه حديد، أودع الله في طحال الطفل الصغير كمية حديد تكفيه لعامين. لعامين تكفيه لعامين، أودع الله في طحال المولود كمية حديد تكفيه لعامين، هذا خلق الله فأروني ما. إذن من هنا الحكمة لإتمام الرضاعة حتى عامين. لذلك أنا أقول يعني أجريت بحوث في اختبار الذكاء في دول العالم، الشيء المدهش أن دولة ما أحد يعرفها اسمها دول الباسيفيك نالت الدرجة الأولى في الذكاء، مع أن البلاد العملاقة المتقدمة الحضارية كانت ترتيبها 17. دول الباسيفيك سبب الإرضاع الطبيعي، هذه الجزر لا تعرف امرأة واحدة الإرضاع الصناعي الإرضاع الطبيعي. لذلك أنا أتمنى على الإخوة المشاهدين أن ينزعوا من أذهانهم كلياً ألا ترضع الأم وليدها، لأن إرضاع الأم وليدها بالحليب الطبيعي صيانة لقلبه وأوعيته، وكم من آفات قلبية ووعائية في المستقبل بسبب عدم إرضاع. وأيضا هي آلية في جسدها يجب أن تأخذ مجراها. لكن دقيق جدا أن المرأة التي ولدت أو ولدت طفلا عندها حساسية نفسية عالية جدا، تحتاج إلى رعاية، إلى حب، إلى اهتمام، إلى تطمين، إلى جو مريح، وإلا يذهب حليبها. سبحان الله، هناك أزواج يعني عصبيون عنيفون في بيوتهم، كان يتمنى طفلاً فجاءت بنت، يزبد ويرعد ويرغي ويتكلم ويقصو في الكلام، وهذا قد يسبب فقدان حليب الأم. لذلك المرأة التي تلد تحتاج إلى رعاية فائقة، إلى عناية فائقة، إلى جو مريح. أنا لي صديق أنجب 7 بنات، كلما أنجبت امرأته بنتاً جاء بهدية ثمينة جداً مكافأة لها على هذه البنت، وهو دعم معنوي وقد ونفسي. وقد علمنا النبي عليه الصلاة صلى الله والسلام عليه وسلم حينما جاءته فاطمة ضمها وشمها وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها، ضمها وشمها وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. حليب الأم شغلة كبيرة كثير، يعني نحن حينما نفكر في هذا الحليب في جاهزيته، في سخونته شتاء، في برودته صيفا، في تبدل تركيبه في أثناء الرضعة الواحدة، في مكوناته، فيما أودع الله فيه من إمكانات لصيانة جسم الوليد، شيء دقيق جدا. أيضا من آيات الإعجاز في خلق الإنسان أن خلايا القلب والدماغ لا تتبدل، ما الحكمة من ذلك؟ سبحان الله، كل ما في جسم الإنسان تتبدل خلاياه، كل ما في الجسم. يعني أنت بعد 5 سنوات لك قوام آخر، بدءا من جهازك العظمي إلى عضلاتك إلى رئتيك إلى أجهزتك، جهاز جهاز إلا الدماغ والقلب. لو تبدل الدماغ الأخ ماذا يعمل؟ بيقول لي كنت طبيب، أنا كنت طبيبا، لما تبدل دماغه فقد كل خبراته، لأن كل خبراتك موضعة في الدماغ، كل تجاربك محفوظة في كل لغتك، اللغات والتجارب والخبرات والمعلومات والإنجازات والذاكرة كلها بالدماغ. لحكمة بالغة 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 خلايا الدماغ لا تتبدل، والقلب أيضا نفس الشيء. والقلب كذلك، أجروا بعض العمليات، وضعوا قلب لإنسان شاب، من إنسان شاب لإنسان متقدم في السن، فكان المتقدم في السن يحب نوعا من الموسيقى، فلما وضع قلب له أشياء ثبتت علميا أحب موسيقى من نوع آخر. سبحان الله. إذن لأن القلب مكان المشاعر والدماغ مكان المعلومات،
الدماغ والقلب لا يتبدلان مع تبدل كل خلايا الإنسان، وأطول خلية تتبدل خلايا العظام وأقصر خلية الأمعاء الدقيقة. سبحان الله، ماذا ستقدم لنا اليوم من مادة علمية؟ آخر حلقة في الطيور، لكن نتحدث عن طيور تعدو وتسبق الإنسان إن شاء الله. الحقيقة من هذه الحيوانات التي تسبق الإنسان هي النعامات. هناك أيضا في عالم الطيور أنواع لها استعدادات مختلفة غير الطيران، وعلى سبيل المثال النعامة أي عداء الطريق، تستطيع النعامة أن تركض أسرع من المتسابق الذي حطم الرقم القياسي في الأولمبياد. تستطيع هذه النعامة أن تسبق العداء المتسابق الذي حقق الرقم القياسي في الأولمبياد. فلو أقيمت مسابقة في العدو في مسافة 100 متر بين الإنسان وبين النعامة، سيكون الإنسان هو الخاسر بلا شك. وإذا كان بمقدور بطل الأولمبياد أن يعدو بسرعة 39 كيلومتر في الساعة، فإن النعامة تستطيع أن تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة. تقطع النعامة بساقيها الطويلتين مسافة 3 أمتار في الخطوة الواحدة. هذا الطائر واحد من أسرع الرياضيين في عالم الكائنات. الحقيقة النعامة عداء من الطراز الأول، فإذا تسابقت مع الإنسان الإنسان خسر السباق، لأن كل خطوة من خطواتها 3 أمتار، ولأن سرعتها تزيد عن 60 كيلومتر في الساعة. أما البطريق، يعد البطريق أيضاً واحداً من جنس الطيور، إلا أن جناحيه القصيرين يؤمنان له تقدماً ليس في الهواء بل في الماء. هذه الكائنات المحببة التي ترى عبر الشاشة وترى على البر متساقلة جداً، حركتها بطيئة، ولكنها عندما تدخل في الماء تبدو وكأنها تطير، لكنها عندما تدخل في الماء تبدو وكأنها تطير. فإذا أقيمت مسابقة في الساحب في السباحة بين الإنسان والبطريق، سيكون الإنسان مرة ثانية هو الخاسر، ذلك لأن البطريق يسبح بسرعة تفوق 3 أضعاف لسباحة أبطال الأولمبياد، إضافة إلى أنه يستهلك أقل طاقة ممكنة في أثناء قيامه بهذا العمل، ويعود سبب ذلك إلى أن تصاميم جسمه خلقت بشكل يحقق سباحته في الماء بهذه السرعة. فطيور البطريق التي تتحرك في الماء كقارب سباق هي أبطال سباحة حقيقية بين الكائنات التي تعيش على اليابسة. الحقيقة أن الله عز وجل خلق هذه الكائنات وجعلها مثلاً لحكمته وقدرته وجماله وعلمه. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نتابع إن شاء الله هذا التفكر والتأمل في خلق مبدع هذا الكون في حلقات مقبلة. في النهاية مشاهدينا، لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين. شكرا جزيلا لكم، على أمل اللقاء بكم مشاهدينا في حلقات مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.